السلام عليكم، ازيكم يا طلابي الاعزاء؟ وحشتوني جدا من اخر فيديو كنت عملته معاكم ومن اخر تواصل. بجد بجد يعني وحشتوني، وعشان انتوا وحشاني انا بدأت اعمل الدورة دي اللي انا وعدتكم بيها اصلا. عشان بصراحة من وقت الابحاث انا حسيت ان انتوا عندكم معلومات بسيطة قوي قوي عن الوورد والحاجات كتير قوي متعلقة بمجال شغلكم وهتفيدكم في حياتكم العملية. في ناس طبعا ما شاء الله عليها بروفيشنال، ممكن يبقوا احسن مني بكتير، فاحنا هنا بنفكر الناس البروفيشنال مع بعض، هنفكر مع بعض ونفتكر الحاجات دي سوا. وزمايلنا اللي لسه ما عندهمش غير حاجات بسيطة قوي هنحاول نديهم دروس بقى مكثفة وفيها إفادة كبيرة بإذن الله. تمام؟ طيب، هو احنا اللي هنا ليه؟ عشان زي ما قلت لكم هنعمل دورة كمبيوتر بإذن الله. الدورة دي هتبقى فيها حاجات عن الوورد، عن الباوربوينت، عن الإكسل، عن حاجات تانية كتير، عن الجوجل درايف، عن الجيميل، ازاي ابعت رسالة بالإيميل، حاجات كتير في ناس ممكن تبقى عارفاها وناس طبعا ايه مش عارفاها. فاحنا هنفكر مع بعض كده ونفتكر الحاجات دي سوا. تمام؟ طيب ليه انا اصلا اخد الدورة دي؟ في واحد ممكن يقول لي طب انا ليه اخدها اصلا واشغل بالي وانا في الاجازة؟ انت هتاخد الدورة دي وتتابعنا هنا على الفيديوهات عشان كذا حاجة. اول نقطة ان انت هتكتسب مهارات شخصية. تمام؟ السكيلز بتاعتك بقى هتعلى وتبقى في التوب، لان انت بتأهل نفسك وانت عندك وقت فاضي لسه. تمام؟ النقطة اللي بعد كده ان الدورة دي هتساعدك في تطوير الشخصية بتاعتك. يعني انت شخصيتك دلوقتي مخك فيه ايه؟ مخك فيه بس في فيسبوك، انستجرام، الحاجات دي، ولا في حاجات تقدر تخدم بلدك بيها، تقدر تخدم نفسك انت وتشتغل بيها؟ ده بناء على انت بتغذي مخك بايه. لو بتغذيه بالحاجات المفيدة هتلاقي مخك تفكيره مفيد وشخصيتك متطورة. تمام؟ فالدورة دي هتساعدنا في تطوير شخصيتنا، عشان هنتكلم شوية عن حاجات في الكمبيوتر، وهكلمكم حاجات بجد ان شاء الله هتسمعها اول مرة بس في الحلقات المتتابعة مش من اول درس. تمام؟ النقطة اللي بعد كده ان انا اعتمد على نفسي. يعني ايه؟ يعني بصراحة زي اللي انا شفته في موضوع الابحاث ان في ناس ما عندهاش اي خلفية ازاي يكتبوا على ملفات ايه الوورد. تمام؟ وبدأوا ان هما يروحوا سناتر يدفعوا فلوس فيها عشان يخلصوا لهم البحث والحاجات دي، لان هو مش عارف اصلا يقعد على كمبيوتر ويقدر يكتب على ملف الوورد. فانا اعتمد على نفسي، وما اعتمد على نفسي احس ان انا هيرو بقى، ان انا بقيت بطل، يعني انا قادر احقق كل حاجة بنفسي. تمام؟ ما تركنش على حد تاني، عشان الحد التاني ده مش هيبقى فضيلك اصلا، او ان هو هيستغلك بقى ويطلب منك فلوس بكمية كبيرة مقابل الحاجة اللي هيعملها لك دي. فليه؟ انا اعتمد على نفسي. طيب النقطة اللي بعد كده ان احنا هنملى الدورة دي، هتخلينا نملى وقت فراغنا باللي هو هيفيدنا ويبقى يطور من شخصيتنا. فانا هنعمل بقى بلاننج لوقت الفراغ بتاعنا ده، جزء ترفيه، جزء خروج، جزء ان انا ادرس واتعلم حاجة مفيدة. تمام؟ الدورة دي برضو هتساعدني ان انا وتأهلني ان انا الاقي وظيفة بسهولة. ممكن تجي لك وظيفة ان انت تكون عايز تقعد، صاحب الشغل ده عايزك تقعد على الكمبيوتر تكتب عليه حاجة او كده، فانت ما عندكش اي خلفية، يبقى انت هتبقى ايه مرفوض من الوظيفة دي. تمام؟ والوظائف طبعا عندنا ما بتبقاش كتيرة بالكمية، وبيبقى كذا واحد زي الصورة اللي قدامكم دي، كذا واحد مقدم على نفس الوظيفة. فانا هختار افضل واحد ده بناء على الكواليفيكيشن اللي عنده او المؤهلات اللي عنده. فالحاسب الالي واستخدامه وتطبيقاته مهمة جدا ان انت تكون مكتسبة وانها تكون عندك. انت طبعا مش قايم تتوظف دلوقتي، لكن انا بتكلم ان انت تبقى عندك المعلومة عشان هتفيدك قدام. تمام؟ وتاني حاجة ان في دلوقتي في ناس بيشتغلوا اونلاين من على الكمبيوتر وهم لسه طلبة. تمام؟ ممكن تدور على حاجات زي دي وتشتغل، بس هتبقى انت محتاج تقعد على كمبيوتر تكتب ملفات على ملف الوورد، تعمل بريزنتيشن، تعمل اي حاجة. تمام؟ فالدورة دي هتساعدك ان انت
ممكن تلاقي وظيفة بسهولة بالمؤهلات اللي انت هتاخدها من الدورة ان شاء الله. بإذن الله هنبدأ على اول حاجة الوورد، بس النهاردة مش هناخد حاجة تطبيقية، هناخد بس ازاي تعرف تفتح الوورد. احنا بنقف على قائمة ستارت كده باختلاف الويندوز بتاعك، واضغط على الوورد اللي هو اسمه بالشكل ده، واختار بلانك دوكومنت يعني صفحة فارغة، هتطلع لي بالشكل ده. تمام، انا مش هتكلم على اي قائمة من قوائم الوورد النهاردة، انا بس بعلمك ازاي تفتح الوورد. عايزة بقى اوريكو لو انت ما عندكش لابتوب اصلا، فطبيعي مش هيبقى عندك اوفيس تكتب عليه. طب انت لو عايز تكتب البحث او عايز تكتب اي ورقة مهمة، كلنا او اغلبنا معانا موبايلات حديثة، تمام، اللي هي الاندرويد. او الموبايل بتاعك ده اول ما بتيجي تشتغل عليه بتعمل له حساب جيميل، صح، عشان تقدر تدخل على جوجل بلاي والتطبيقات اللي موجودة عليه. حساب الجيميل ده هو اللي هيساعدني في كتابة على حاجة اسمها جوجل دوكس. اسمها ايه؟ بصوا كده، اسمها جوجل دوكس او مستندات جوجل. تمام، فانا دلوقتي هوريك ازاي افتح مستندات جوجل دي من على اللابتوب، عشان لو انت مثلا عندك لابتوب وحصلت لك مشكلة في الاوفيس وعايز تكتب ورقة ضروري دلوقتي، عايز تكتب مستند على الكمبيوتر ضروري دلوقتي، فهتعمل نكتب على مستندات جوجل او جوجل دوكس. تمام، ولو انا ما عنديش لابتوب اصلا ومعايا الموبايل وعايز اكتب بالبحث بتاعي او اكتب اي ورقة او اكتب اي حاجة، اكتبها عبر الموبايل على عن طريق تطبيق ايه؟ جوجل دوكس. طيب اجرب افتحه لكم الاول من هنا من على اللابتوب، وبعد كده هعمل لكم سكرين بازاي فتحته من على الفون. هاجي هنا افتح الجوجل صفحة متصفح بتاعي عادي، واكتب الجوجل بتاعي واضغط على الجيميل كده بالشكل ده. هدخل على جوجل، تمام، هضغط على الجيميل هنا بتاعي عايزه افتحه، واكتب ايه عنوان البريد بتاعي، طبعا انا مسيباه، واقول له نيكست. هيطلب مني الباسورد هكتبه، انا برضو مسيباه، اقول له نيكست. فتح لي الجيميل بتاعي بالشكل ده. كان المربعات اللي قدامنا دي عددها 9 تقريبا، لو ضغطنا عليها كده اروح لحاجة اسمها ايه، اختار الدرايف. تمام، من الدرايف دي هضغط على اللي هي نيو، وبعد كده هختار ايه، جوجل دوكس، هي دي اللي تهمنا بالشكل ده. هيفتح معايا زي صفحة وورد اقدر اكتب عليها اي كلام انا عايزة اكتبه. هنا الفونت بتاعي اللي انا عايزه اغير المقاس، اي حاجه بقى. انا هكبر بس شويه عشان اوريكم الكتابه. اهلا، اهلا بكم في دوره الكمبيوتر. تمام، نفس صفحه الوورد عادي خالص، مفيش اي مشاكل، وهنا اوبشن كتير وفي قائمه فايل واديت وفيو وانسرت زي الوورد العادي اللي احنا متعودين عليه. تمام، هتقدر تكتب بكل سهوله. الحلو هنا ان انا اي حاجه بكتبها بتتسجل هنا على الدرايف. لو انا عايز اعمل اهوت اضغط على العلامه دي، بيقول لي ايه، سي في كومنت ستيتس، يعني شوف الحاله بتاعتك اللي هو ايه، اتحفظ معايا وبقى تمام. وممكن من هنا نغير اسم اللي هو الدورة بتاعتنا، يكون اسم الملف بتاعنا هسميه دورة ايه، الكمبيوتر. يبقى انا سميت الملف بتاعي واقول له ايه، ده جو هوم، عشان بس اروح عايزة اوريكو الحاجات اللي انا كنت عاملاها. ده كنت حاجة كاتباها هي، وده اللي انا لسه عاملاه دلوقتي. بقفل الصفحة بتاعتي خالص، اي حاجة انا بكتبها بتتسيف. هنا هبدا اشرح لكم ازاي نفتح جوجل درايف، عفوا جوجل دوكس من على الموبايل. انا بس بدور كده في الموبايل على حاجه اسمها جوجل درايف، لو ما لقيتهاش عندك نزلها عادي من جوجل بلاي، اكتب جوجل درايف هتحمل معاك عادي، هيفتح بالشكل ده. ده جوجل درايف، هضغط انا على العلامه الزائد دي
هيطلع معايا النافذة دي، هضغط على مستندات جوجل. ده عشان انا بس الابليكيشن عندي بالعربي على الموبايل، لو هو بالانجلش هتلاقيها اسمها جوجل دوكس عادي، واخده اللون الازرق ده. بعد ما اضغط عليه هيجي يطلب مني ان انا انزل التطبيق. هو تطبيق مساحته صغيرة مش كبيرة، هقول له تثبيت واضغط على كلمة تثبيت، وبعد كده هيحمل معايا، مش هياخد وقت في التحميل. وبعد كده هضغط على كلمة فتح، هيفتح معايا الابليكيشن بتاعي بالشكل ده. هنا بيحكي لك على المميزات بتاعت الابليكيشن. فاول ميزة هنا، واحد قاعد على عربية ومسافر اهوت في الطيارة او القطر، فبيقول لك تقدر تكتب اي حاجة اثناء السفر بتاعك، مش هيعيقك اي مشكلة. هنا هيقول لك ان انت تقدر تشارك الملفات بتاعتك ما بينك وبين اصحابك، او لو انت شغال في التيم وورك. الميزة الثالثة بقى زي ما انتوا شايفين، اللي هو الحفظ التلقائي على الويب. يعني اي حاجة انا بكتبها بتحفظ مباشرة على الدرايف. فلو لا قدر الله الموبايل بتاعي حصل له فرمطة، لو انا بكتب عادي من غير جوجل دوكس كل الملفات اللي على الموبايل بتضيع، تمام. وساعات بتبقى ملفات مهمة، لكن لما انا بقى حافظها على النت خلاص الموبايل بتاعي اتفرمت، اتسرق، اتحرق، باظ، جراله اي حاجة، يعني اقدر ادخل من اي موبايل تاني او من سايبر مثلا او من اي لابتوب على حساب الجوجل درايف بتاعي وابدأ افتح الملف. الميزة الاخيرة ان انا اقدر اعدل على المستند بتاعي بكل سهولة، اضيف فيه، اقص منه، قابل يعني للتعديل. مش معناه ان انا كتبته يبقى خلاص ما ينفعش اعدل، لأ، تمام. انا دلوقتي فتحت خلاص، قلت تم والبرنامج اتسطب وتمام. اضغط على علامة الزائد اللي حضراتكم شفتوها دي، هيطلع لي اختيار نموذج ومستند جديد. هضغط على كلمة مستند جديد. اختيار نموذج دي يعني لما اكون عاملة تمبلت ومجهزة، في وقتها هشرح لكم عنها بالتفصيل. هيطلع لي بقى لما اخترت مستند جديد، طلعت لي الشاشة اللي قدامكم دي، صفحة وورد عادية خالص هقدر اكتب فيها بالكيبورد بتاعت الموبايل اللي ظاهرة قدامكم دي، زي ما انا بكتب دلوقتي السلام عليكم والمهارات وهكذا. ده اللي انا كنت عايزة اتكلم فيه النهاردة. طبعا كل حاجة بتتكتب بتتسيف، في وقتها هوريها لكم لو عايزين نجيب الملف ازاي، بس انا مش عايزة اطول عليكم بس في الفيديو ده. كل اللي مطلوب ان انت بس تدخل على جوجل درايف لو ما عندكش لابتوب، والحاجات اللي احنا هناخدها ونطبقها مع بعض هتكتبها عادي من على اللابتوب لو عندك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من المشاهدين وكل الناس تستفيد وتتعلم من الدورة دي. واستنوني الخميس الجاي في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامة.